المعرض الدولي للسيرة النبوية حدث استثنائي وفرصة لاستحضار تاريخ الحضارة الإسلامية بغناها وتنوعها وقيمها. متحف يعد النسخة المتجولة الأولى لمتاحف السيرة النبوية التي تحتضنها المدينة المنورة. كان هناك رغبة أكيدة في نقل هذا المعرض من المملكة العربية السعودية إلى أن يكون معرضا دولي، فأولى محطات هذا المعرض كانت في المملكة المغربية في مدينة الرباط. روعي في هذا المعرض كل معلومة، كل أثر فيه، كل خبر فيه عبارة عن معلومة محكمة موثقة وقع عليها أكثر من 1000 عالم. يضم المعرض متحفا دوليا خاصا بالسيرة النبوية وجناحا خاصا بصلة المغاربة بالجناب النبوي الشريف وفضاء ثلاثي الأبعاد يعرض بانوراما الحجرة النبوية الشريفة. المعرض يدخلك إلى عالم مختلف جديد تماما عن العالم الذي نعيشه. أنت تعيش بروحانية كبيرة جدا، تعيش مع المصطفى صلى الله عليه وسلم وكأنك تراه، تشاهد وترى وتسمع وتقرأ وتلمس ما كان في مكة المكرمة في عصر المصطفى وما كان في المدينة. معرض موسوعي بتقنيات حديثة يقصده الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات. إنجاز عظيم، إنجاز عظيم وعجيب، بحال كنا وسط المدينة ومكة، بحال كنعيشوا ديك الأجواء، هذيك أجواء بحال كنا وسط منها. فعلا تمتعنا بالزيارة لهذا المعرض الشريف، أعاننا كثيرا على الاقتران من السنة النبوية الشريفة، وكان لها وقع في نفوسنا وفي نفوس الزائرين. ويأتي المعرض الأول من نوعه خارج المملكة العربية السعودية تتويجا للشراكة بين منظمة الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية لعلماء المغرب. فدوى المرابطي، قناة الغد، الرباط.